الأمر الآخر يجوز أن يعطى الشخص الواحد أن تعطي الشخص الواحد زكاة تجمع زكاتك وزكاة أسرتك وتعطيها لشخص واحد ويجوز أن تقسمها على أكثر من شخص إن كانت كثيرة أن بعض الناس ما شاء الله زكاة الفطر 50 كيلو تقريبا 60 كيلو ممكن توزعها على من فقير ويجوز أن يجمع أكثر من شخص زكواتهم يعطون لفقير واحد يعني أنت جيرانك أو أنت أخوانك مثلاً تقول اخوانك خلاص جيبوا زكاه فطركم عندي وانا بوديها لفقير واحد كل هذا جائز ولله الحمد والمنه